السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوضحت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر بخصوص مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص قال أنه رأى بعض البنات في كاميرات المراقبة يركبن سيارات ويذهبن للنزهة مع بعض الشباب بعد خروجهن من صلاة التراويح. وجاء في بيان مديرية الشؤون الدينية: لقد انتشر في الساعات الماضية شريط في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يزعم أنه إمام يوجه اتهامات مسيئة لبنات المسلمين في الجزائر. وأكدت المديرية أن هذا الشخص لا ينتسب للقطاع بأي صفة، فليس إماما ولا متطوعا. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بقوة بين مؤيد ومعارض لهذا الشخص، كما دعوا أولياء الأمور إلى عدم ترك بناتهن للخروج ليلا بدون محرم لصلاة التراويح والتنزه بملابس ضيقة وفاضحة لا تمثل أخلاق بنات المسلمين والجزائريين.